أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجنا هذا، حلقة جديدة من حلقاتنا هذه لنتابعها معا لمعرفة المسيح وتعاليمه. حلقة جديدة ونشاهد فيها يسوع مع إنسان جاله كان راغب باش يكون من أتباعه. ولما نقرأ الإنجيل نشاهد يسوع في عدة مرات مع ناس من كل طبقات المجتمع ومن كل يعني خلفية. وفي هذه الحصة فيه إنسان شاب غني من رؤساء اليهود، وجاء ليسوع ربما راغبا باش يكون من تلاميذه. فهذا الشاب كان له مال كبير، كان غني يعني، وجاء عند يسوع وسأله، طرح عليه سؤال وقال له: يا سيدي، واش لازم نعمل باش نورث الحياة الأبدية؟ سؤال طبعا مهم جدا. وما يعني هذا السؤال؟ الشاب هذا كان يعني جاي بثقة وأنه يستاهل الحياة الأبدية، وجاء باش يبرر نفسه أمام يسوع ويقول له: محسوب، رانا نستاهل باش نكون يعني باش نورث الحياة الأبدية. فما هي الحياة الأبدية؟ معنى الحياة الأبدية هي دخول إلى الجنة طبعا، إلى ملكوت الله. ونحن نعلم أن ما فيش إلا طريق واحد ليوصلنا إلى ملكوت الله، وهو الإيمان بخلاص المسيح. فالسؤال هذا اللي طرحه هذا الشاب من رؤساء اليهود هو: ماذا لازم نعمل؟ يعني هو مركز دخوله إلى ملكوت الله على أفعاله وأعماله. يعني كان جايب في الحقيبة تاعه أعماله، ودان يعني بهذاك الأعمال غادي يدخل الجنة. فجاوبه المسيح وقال له: أنت تعرف وصايا موسى، يعني الوصايا اللي مذكورة في الشريعة وفي التوراة، وفكروا بها. قال له: لازم كاين 10 تاع الوصايا أوصى بهم الله موسى، وقال له لازم بني إسرائيل يطبقوا هذا الوصايا العشر باش تكون لهم يعني باش يسيروا يعني بطريقة محسنة. فمن بين الوصايا اللي وصى بها الله لموسى هما فيهم 4 يعني بالعلاقة ما بين الإنسان والله، والآخرين العلاقة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان. فالغريب أن جواب المسيح لهذا الشاب قال له: أنت تعرف الوصايا تاع موسى، ما تزنيش، ما تكذبش، ما تسرقش، يعني ما تشهدش بالزور. يعني هو ذكر له الوصايا اللي تهم العلاقة الإنسان بأخيه، يعني أمور تهم الأخلاق والسلوك لكل إنسان. فبالطبع هذه أشياء ممكن كل واحد يوصل لها، يعني ممكن يكون عندي سلوك وخلق حسنة جدا يعني في معاملتي مع الآخرين. وهذا الشاب ضروري كان يعني مهتم بهذه الأمور جدا، وفي رأيه بالنسبة ليه يعني هو عمل كل هذه الوصايا اللي أدى بها الكل، وجاء دان باللي بهذه الأعمال غادي يريت الجنة. فبالطبع هذه فكرة غلط. وكثير من الناس خصوص في الديانات يعني يساندوا هذه الفكرة هذه. فتقريب كل الديانات تقول أن إذا كنت يعني عندك خلق سلوك حسنة ممكن
تروح للجنة. فبالطبع كل واحد يعني تمارس باش ما يكذبش بزاف، باش ما يسرقش، باش يكون عنده، وكل ما يعني يعمل جهود باش يكون تكون عنده سلوك وخلق حسنة. والشيء اللي يعني هو يعني مدهش أن مهما كانت أعمالي ما عندي أي يعني سيرتيتود كما يقولوا بالفرنسية باش ندخل للجنة. فالمسيح هو الوحيد اللي يقول إذا تؤمن بي تروح للجنة. ولماذا هذا؟ لأن المسيح كما ذكرنا في الحصص اللي فاتوا هو غطى الدين اللي كان فينا بالنسبة لله، ولذا هو يضمن ونقدر نقول يعني بضمان يعني كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية ويدخل للجنة وملكوت الله. فهذا الشاب الغني رئيس اليهود جاء بأعماله فقط، ولذا المسيح قال له أنت تعرف الوصايا؟ والجواب تاع الشاب هذا قال له نعم أنا نعرفهم وعملتهم من صغري، كنت نعملهم، ولكن كانت حاجة ناقصاته. والمسيح كان عارف واش كاين داخل في قلبه، كان عنده مشكل واحد وهو كان يحب المال، كان له شهوات في المال، وهذه النقطة كانت تنقص من وصايا، لأن الله من وصايا اللي أعطاها لموسى هو هذه الوصية العاشرة باش الإنسان ما يشتهيش الأموال الآخرين. وبالطبع باش الإنسان يدخل لملكوت الله وينال الحياة الأبدية كان لازم يطبق كل الوصايا العشرة باش يقول نجم الروح للجنة. ولذا أي إنسان مهما كانت يعني القوة نتاعه في يعني في ما يقدرش يعمل بكل الوصايا، ولذا المسيح وحده اللي يقدر يقول عملت بكل الوصايا. ولهذا السبب الطريق الوحيد باش الواحد يصبح مؤمن للمسيح هو ينسى كل هذه الأمور ويسلم نفسه للمسيح، إنه هو الوحيد اللي يقدر يعني يدخلنا للجنة. فهذا الشاب كان دان مثل أغلبية الناس، كثير من الناس يظنوا أنهم بأعمالهم غادي ينالوا الحياة الأبدية وينالوا الجنة. فالمشكلة هنا أن مهما كانت عنده رغبة باش يصير مؤمن ويصير من تلاميذ من أتباع المسيح هذا ما يكفيش، ومهما كانت عنده أعمال ممكن كان هذا الشاب يعني نموذج للخلوق والسلوك، لكن بالنسبة للمسيح هذا ما يكفيش. ولما نجي للمسيح لازم نخلي كل شيء من الحياة السابقة، وإذا باش تكون حياة جديدة مع المسيح لازم كل ما كنا نكسب يعني من مال من معرفة هذا الشيء ما ينفعناش في الحياة الجديدة. ولذا نقول أن الحياة الجديدة لازم كي مثل الباب ضيق باش ندخل معه لازم نخلي كل ما هو من الأحمال من الأثقال باش نفوت وحدنا، يعني أن الله ما يحتاج لأعمالنا، ما يحتاج لأموالنا، هو يحتاج لقلبنا فقط، يحتاج لقلب يعني طاهر، لقلب يعني سانسير كما يقولوا بالفرنساوي، ويبدأ يستغل فينا ويبدأ يعني هذا التغيير الجذري والروحي فينا. وهذا كان مشكل، كان يعني حاجز لهذا الشاب باش يصبح مؤمن. ربما الحاجز عندك أنت مش المال، ربما المشكل عندك يعني شهوات أخرى غير المال، ممكن أنت راغب في سلطان، أنت راغب في معرفة، في علوم، ممكن المشكل نتاعك هو الخمر أو حاجة أخرى.
باش نجي للمسيح لازم ندفع ثمن، والثمن هذا هو أن نترك كل ما يكون حاجز لمجيء للمسيح. فهنا نشاهد أعزائي عزيزاتي أن مشكل هذا الشاب هو المال، فهو يعني ما قدرش يترك المال، ولهذا المسيح قال له إذا بغيت تصير من تلاميذي هذا المشكل، يعني هو حط يعني صبه على اللي يوجع المال هذا نتاعك أعطيه للمساكين وارواح تبعني. ولما نقرأ القصة هذا نشوف بأن حزن هذا الإنسان، حزن علاش حزن؟ لا خاطرش كان عنده رغبة باش يتبع المسيح، ولكن كان حب المال أقوى من حب المسيح. ولذا المسيح يطلب من كل واحد يبغي يتبعه أنه يحب الله، يحب أكثر من كل شيء. وإذا كنت يعني قادر، الله يعطيك قدرة باش تسمح في كل ما هو يشدك يعني معلق بالحياة القديمة باش تتبع المسيح. إذا أنت راغب اليوم باش تتبع المسيح هناك شرط لازم تحققه، فلازم تجي للمسيح بدون حاجة وتطلب منه باش هو يمليك من كل شيء ويعطيك قدرة وهو فيه كفاية. المسيح لما نجي له ما يحتاج إلى أموالنا، ما يحتاج إلى علومنا إلى آخره. ليش؟ لأنه يحب كل الأجلوار يعني تكون ليه هو وحده. إذا جيت بأعمالك فما تنفعش لملكة الله. ولذا المسيح كان يعني يهتم بكل الناس اللي كان عندهم يعني قلب وحياة بسيطة، وهادو كانوا سلموا حياتهم للمسيح. إذن أعزائي المشاهدين، ممكن عندكم رغبة باش تقربوا المسيح وتجيلوه، لكن فيه نقطة واحدة تمنعكم، فالمسيح هو قادر باش يحرركم من كل شيء وتصبحوا أحرار وتصبحوا مؤمنين وتلاميذ للمسيح. هذه حصة جديدة تبعناها مع بعض وشفنا كيفاش المسيح تعامل مع هذا الشاب وكيف بين له ما هي المشكلة اللي الداخلة، ومادام ما علش هذا المشكلة ما يكونش يعني مؤمن وتلميذ للمسيح. ونشكركم على حسن انتباهكم وأقول لكم إلى حصة مقبلة. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله. شكراً.